من الجيد أننا ألقينا القبض على سارق البوب إيت. توقف، سأمسك بك. ماذا سيفعلون معه الآن؟ أظن أنه سيعاقب أشد عقاب حتى لا يفكر في العودة إلى سرقة البوب إيت في الأيام القادمة. رائع. أيها الأولاد، تعالان نلعب بكرة السلة. لا نريد، شكراً لك. يوجد لدينا شيء أهم بكثير من كرة السلة. لا يوجد أبداً أهم من ممارسة الرياضة، فهي تقوينا وتحافظ على صحتنا. هذا كان في القرن الماضي. أما البوب إيت هو الشيء الأهم الآن. حسناً، العبا بالبوب إيت إذن. مرحباً. حسناً إذن، سأخرج الآن. أظن أنها البوب إيت التي لي. لماذا يقومون بالاتصال بي إذن؟ أجل، إنك محقة، يمكنك أن تذهبي لتنهي عملك إذن. غريب جداً، لما لم يطلبوا التوقيع؟ متحمسة جداً لمعرفة ما بها، أظن أنها هدية. أيها الأصدقاء، إذا أردتم إرسال هدية لنا اضغطوا على زر الإعجاب، وأنا سأذهب لأرى ماذا يوجد بداخل الصندوق. لقد أرسل لي أحدهم هدية. أوه، هيا افتحيها. إنها هديتي وأنا سأفتحها. من الممكن أن تكون الهدية لي، لكنهم أخطأوا بالعنوان. أجل، هذا ممكن. إيه يا أولاد، إن هذا الطرد لي. لماذا أنا؟ لماذا يتصلون بي أنا إذا كان هذا الطرد لك أنت؟ انتظرا حتى لا نتجادل أكثر، لنفتحه ونرى ما في داخله. هيا افتحيه حالا لنرى ما بداخله. حسنا. إنها مجرد أوراق. ما هذه الأوراق؟ ما هذه الورقة؟ ما هي؟ إنها علب عصير يا أصدقاء. أجل، ليس مكتوب عليها أي شيء ولا اسم المنتج حتى. أظن أنه عصير ما. إنه غير صالح للشرب، أظن أنه خطير جدا لأننا لا نعرف الصانع أو اسم المرسل حتى. يبدو هذا غريبا. لا أظن ذلك، يمكننا شربها، إنها مغلقة ويمكن أن تكون لذيذة وغير خطيرة. كلا، أنا لست مستعدا لشربه ولا أنصحكما بذلك، لا تقوما بشربه. يبدو لذيذاً وليس سيئاً. كيف ذلك؟ إن طعمه لذيذ. أظن أنه لذيذ. لقد فهمت كل شيء الآن، فأنتما تنطقان الكلمات بدءاً من آخر حرف. هل حقاً ما تقوله؟ ما الذي علينا أن نفعله الآن؟ يا إلهي، لا أعرف. ها قد عاد نطقكما جيداً، توقفا حالاً، لقد قلت لكما أن لا تشربا. حسناً، لن نكرر ذلك. إذن دعونا نلعب بكرة السلة الآن. كلا، فبعد هذا الجهد يجب التهدئة. إن الرياضة هي أفضل مهدئ للأعصاب. غريب، من يكون؟ من الذي يتصل بك أيضا يا أرتيوم؟ مرحبا. حسنا، شكرا لك. لا يمكنكم التصور كم انتظرت ذلك، سأخرج الآن. من المتصل؟ لقد أحضروا لي البوب إيت الجديد. رائع. حسناً إذن، هيا نظف هذه القمامة وأنا سأذهب لجلب البوب إيت. أصدقائي، اكتبوا لنا في تعليقاتكم هل هذا عادل أم لا. أرتيوم يحضر البوب إيت وأنا علي التنظيف. أحمل الورود وأصنع الأزهار لفتاة في قمة الجمال. سترون الآن كرة السلة. هي، ما هذا الذي تفعلينه؟ فقد نظفت كل شيء هنا. يمكنك أن تنظف مرة أخرى. ماذا تقصدين؟ هل أنا خادم لديك ومجبر على تنظيف القمامة من خلفك؟ ما بك؟ هل فقدت عقلك؟ لماذا تضحك هكذا؟ أخبرني ما بك؟ هل فقدت عقلك أم ماذا؟ اذهبي من هنا. حسنا. غبية، انظروا ماذا فعلت. الأولاد دائما يفتعلون المشاكل. سأنظف كل شيء وأذهب لأرتاح قليلاً. هيا، نعم. أصدقائي، هل رأيتم ذلك؟ إن عامل التنظيف في المنزل فقد عقله بشكل كامل. وجدتها، لنرى البوب إيت التي حصل عليها أرتيوم. كم أحب اللعب بالبوب إيت. يجب أن أهدأ قليلاً. أحب البوب إيت. لحظة، أين هو؟ أين أنت؟ أنا هنا. هذا غريب، لا يوجد أحد هنا. ما هذا اليوم المتعب؟ أين أنت؟ أين هو البوب إيت؟ حسناً، سوف أعاود الاتصال بهم ثانية الآن. البطاريات فارغة. إنه يشحن بنفسه، لا يمكن لهذا أن يحدث أبداً، سأخبر ستيسي بذلك.
لحظة، أين الطرد؟ حسنا سأجد حلا فيما بعد. إيه انتبه جيدا، لقد نظفت المكان للمرة الثانية. أرجو المعذرة، لدي عمل مهم جدا. سأريك أيها الولد الأحمق. ستيسي، لن تصدق أبدا ما الذي حدث معي منذ قليل. من الجيد أن عامل النظافة لم يعيقك. لقد قام برمي العصا على رأسي بكل قوة. يا إلهي، اسمعيني، لقد ذهبت لأرى الطرد. عندها توقف هاتفي عن العمل. ماذا تقول؟ ولكنه قام بشحن البطارية بنفسه. عامل النظافة؟ كلا، بل الهاتف يا ستيسي. ما هذا الخيال الذي لديك يا أرتيوم؟ أتساءل إلى أين يستعجلان. علي الذهاب لمعرفة ذلك. أزهار بيضاء، أزهار بيضاء، سأصنعها لفتاة جميلة. ما إن ذهبت لرمي الطرد. أجل، حتى بدأ عامل النظافة بالصراخ في وجهي. ومن ثم بدأ بالضحك بطريقة غريبة جدا، وعندها ظننت أنه قد فقد عقله بشكل كامل. ستيسي، يجب أن نستخدم قدراتنا الخارقة الآن. تقول قدراتنا الخارقة؟ إذن هذا جيد. لا نستطيع. ما بك يا ستيسي؟ أستطيع شحن هاتفي بنفسي من دون كهرباء. ما رأيك بذلك؟ أظن أن ما حصل بسبب ذلك المشروب. هذا صحيح، دعينا نجرب. أعطني هاتفك. خذ. حسناً، انظري. ماذا، هل يعمل؟ كلا، إنه لا يعمل هذه المرة. أرتيوم، يبدو أنك فقدت عقلك. أرتيوم، لقد فهمت كل شيء، ذلك بسبب قدراتي الخارقة. غير صحيح، أنت لديك قوى خارقة وأنا ليس لدي أي شيء. انظر، انظر إلى هاتفك على الفور. أرأيت ما حدث؟ أجل، رأيت، إنها قوتي. إن أدوارنا الجديدة سيئة هذه المرة يا أرتيوم. كلا، بل إنها جيدة. إن الإنستغرام لدي أصبح سيء للغاية. لا تتكلم عن الإنستغرام يا ستيسي. إن رأسك ضخم جدا يا أرتيوم. بل كل شيء طبيعي بالنسبة لقد لي. لقد امتلأت بطارية الهاتف يا أرتيوم. إنك محقة، هذا يعني أن الهاتف يشحن تماما عندما أكون غاضبا. والآخرون يفقدون عقولهم عندما أقوم بهذه الحركة. لقد أصبحنا بطلان خارقان. حسناً، يجب أن نسمي فريقنا فريق H2O الخارق. اسم رائع، إننا بحاجة إلى ثياب مناسبة. أيها الأبطال، إلى الأمام. هيا بنا. هيا بنا. أجل، لقد اكتشفت سر قوتكما الخارقة أيها الولدان. أتساءل كيف ستكون القوى الخارقة لدي أنا؟ وأنتم يا أصدقاء، اكتبوا لي في التعليقات ما هي القوى الخارقة التي ترغبون بأن تحصلوا عليها. فأنا يمكن أن أصبح غير مرئي أو شخص طائر ولديه قوى خارقة. يجب أن لا يراني هذان الولدان وأنا أشرب. ما هذا الذي يحدث؟ يبدو أنني أشعر بطاقة كبيرة. دعنا نرى ما هي هذه الطاقة. ربما يمكنني الطيران الآن. أوه، كلا يا أصدقاء، ما زلت لا أستطيع الطيران، ولكنني آمل أن تظهر قدراتي الخارقة قريبا جدا. سأعود للعمل. أرتيوم، أين أنت؟ لقد تأخرت كثيرا. إنني لا أبحث عن الطرق السهلة. لقد علقت هنا. أين قوتك الخارقة؟ هيا انهض، لنذهب ونقوم بأعمال جيدة. لنذهب إلى العمل ونريه قوانا الخارقة. يبدو أنني أرى من يحتاج لمساعدتنا. حسناً، هذه ستكون أول مساعدة لنا. هيا لنذهب. ما الذي جرى لها؟ إنها لا تعمل مجدداً، وهذا الباب قد تعطل أيضاً. يا إلهي، يا لها من سيارة غبية جداً. والآن ماذا يجب علي أن أفعل؟ وهاتفي لا يعمل أيضاً؟ الآن سوف تظهر قوانا الخارقة. ستعمل سيارتك الآن. إننا قادمان. لا تخافي أيتها الفتاة، جئنا لمساعدتك. من هذان الولدان؟ بطلان خارقان؟ أم أنا في حلم الآن؟ عن أي حلم تتحدثين؟ سترين ذلك حالاً. أوه، ما الذي يجري لي؟ إنني لا أفهم شيء. إنه شيء مضحك. هل رأيت كيف تمكنت من إضحاء
إمساكها بقوة خارقة؟ إننا أبطال خارقون، ماذا تحتاجين؟ لا يمكنكما مساعدتي بشيء، انظرا إلى ملابسكما المضحكة، إنها تثير ضحكي جداً، وأنا لقد تعطلت سيارتي. يمكننا إصلاح السيارة لك، بالإضافة إلى أشياء أخرى كثيرة. وأنا يمكنني شحن هاتفك من دون كهرباء. حسناً، كفاكما مساحاً. إذا دعينا نجرب. ولكن سوف يبقى هذا الهدف في يدي، فأنا لا أعرفك، هل أنت موافق؟ حسناً إذن، يمكن أن تفعلي أي شيء تريدينه. أوه، لقد حصل ذلك حقاً، فقد امتلأت البطارية، كيف فعلت ذلك؟ إننا أبطال خارقون. القوة الخارقة، قلت لك ذلك. وماذا عن السيارة، هل يمكننا إصلاحها؟ إن هذا يحتاج إلى حاسوب كبير، ولا يمكنني مساعدتك بشيء يا صديقتي. أوه، لقد تذكرت، أعطيك رقم صديقي، أظن أنه سيساعدك في إصلاحها. هيا اكتبي. هيا بنا لإنقاذ العالم. هيا بنا لنذهب. أجل، كان يوماً مليئاً بمساعدة الآخرين. على الرغم من ذلك، إننا بحاجة إلى عمل خارق حقيقي. مرحباً أيها الشاب. أرتيوم، انظر، إنه لص. هيا بنا لنمسك به. أنقذ. لا أحد حاول الهرب. سأحاول الإمساك به. ما بك؟ لماذا تضحك أيها الشاب؟ هيا أعلم. يا إلهي، ماذا حدث لهذا الهاتف؟ سأرميه الآن. ستيسي، لنلحق به، لقد هرب. هيا بنا لنمسكه، لنرحل الشاب. هل أنت على ما يرام؟ هاي، من أنتما؟ نحن بطلان خارقان. أيها البطلان، أين هاتفي؟ لقد ألقاه هناك. أعتقد أنه لم يكسر. ماذا، هل كسر؟ أعد لي هاتفي. إنه لك، إن أن نساعدك. أعرف ذلك، شكرا. نريد مساعدة الناس فقط، لكنهم لا يقدرون ذلك. لا مشكلة يا أرتيوم، سيقدرون موقفنا يوما ما. أجل، أنا واثق من ذلك. ورود بيضاء، ورود بيضاء. ما الذي يحدث لي؟ محتمل أنه تأثير المشروب. يجب علي الهدوء والقيام بالعمل بكل بساطة. هذا يحدث معي مجدداً، إنها قدرات الخارقة. أنا الآن لدي سرعة خارقة. سأري هذين الشابين كيف يوسخا المكان. إنها سرعة خارقة. كم حلمت وأنا صغير أن أكون ذو سرعة خارقة جداً. وأنتم يا أصدقاء، بأي قوة خارقة حلمتم؟ اكتبوا لنا ذلك في التعليقات، بينما أنظف هذا المنزل من خلال قوة الخارقة. نعم، إنها قوة خارقة. اسمع يا أرتيوم، من الجيد أن هذه القدرات الخارقة قد ظهرت لدينا. أجل، ولكن قدرتك الخارقة ليست مفيدة أبداً، إنها مضحكة. ليست مفيدة؟ حسناً. أجل. يكفي أرجوك. والآن يا أرتيوم، هل أعجبت؟ هذا يكفي، حسناً، لقد فهمت. هيا بنا. ليست مفيدة إذن. أخبرني، هل قوتي خارقة أم ماذا؟ لا زلت مصراً أنها ليست مفيدة؟ كلا، انظري. يكفي، هيا، لقد فتح الباب. هيا بنا لنعد إلى المنزل الآن. أوه، هل ما زلت تنظف حتى الآن؟ لماذا تبدو حزيناً؟ هل أمسح حزنك عنك؟ سأمسحكما مع حزني. كيف قمت بفعل ذلك أيها الأحمق؟ هل سرقت مشروب القوة الخارقة التي لنا؟ أيها اللص الكبير الأحمق. لا أحد يستطيع الاستهزاء بي. كيف فعلت ذلك؟ ومن أين لك هذه السرعة الخارقة؟ أنت تتكلم كثيراً أيها الولد الأحمق. الآن ستعرف كيف يمكن إلقاء القمامة. العم جوارة؟ شكراً جزيلاً على إنقاذنا. لقد أنقذتنا. لقد قلت لكما لا تشربا أشياء ضارة كهذه، ومن الأفضل ممارسة الرياضة، وأنتم مارسوا الرياضة دائماً، وشاركوا في قناتنا، واضغطوا زر الإعجاب. والآن إلى اللقاء. إلى اللقاء. هيا بنا أيها الأبطال، فك لي قيودي. يا لك من خارق.